سامح تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا سامح. كنت عاوز أسأل حضرتك على، أنا عندي صديق هو كان بيشرب، ولا لازم، لكن بيشرب الخمر يعني. نعم. وعاوز يعمل رمضان، وهو حبس الخمر من حوالي 10 أيام، وبيسألني، وقلت له أنا ما عنديش، ما أقدرش، لازم نسأل الشيخ ونسأل هو يفهمنا حكم الدين، حكم الشرع. في ماذا؟ حكم الشرع في الـ هو كان بيشرب الخمر. اي نعم، يشرب الخمر وتركه عند مع دخول رمضان، وتركه من 10 أيام فقط. الحمد لله. نعم، والسؤال ما هو؟ ما يجوز اللي هو يصوم رمضان؟ نعم، صيام الصحيح يا سامح. طبعا شرب الخمر من أكبر الكبائر بلا شك. الله تعالى قرن الخمر بالأوثان، بعبادة الأوثان، إنما الخمر والميسر والأنصاب، الأنصاب اللي هو النصب الصنم، لاحظ قرن بينها، والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالخمر هي من أكبر الكبائر، وهي أم الخبائث، وإذا تاب الإنسان منها وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا واسع الرحمة وواسع المغفرة والتوبة، ويقبل الله تعالى من بإذن الله تعالى توبته، وصومه إن شاء الله تعالى صحيح. وأنا أرجو بإذن الله أن يكون تركه لها طوال رمضان أنه توبة دائمة بإذن الله تعالى، يعني يثبته الله تعالى بها على الخير بإذن الله.